أكثر ألوان، متفرقين في النوايا والشكل والأديان. كان فنان عالحلم عينه تبان، شمس الصبح ترعاه وفي المساح كيان. فعلا حلوه جدا، وعمرو مصطفى من احلى الحاجات اللي عملنا مع بعض، يعني اشتغلنا احنا عملنا حاجات كتير مع بعض، وعمرو غنوادي عملها من احلى ما يمكن الحقيقه. دي من اجمل الاغاني الغير عاطفيه اللي اتعملت في السنين اللي فاتت كلها. بس هرجع واكرر، مش فاهمه ما بيزعوش الاغاني الحلوه دي ليه؟ يعني هم فاكرين ان هي كانت لكاس الامم الافريقيه وخلاص. هي ثبتت بالمناسبه دي الحقيقه، بس هي فعلا الغنوه حلوه، ودايما خساره الاغاني الحلوه يعني لما بتتعمل في مناسبه معينه ما بتبقاش، لما تعدي المناسبه ما ولو انه لغايه يعني وقت طويل، وقت قصير كان، يعني كنت في قرطاج من يمكن 3 سنين او 4 سنين فطلبوها مني يعني هناك يعني. فعلا؟ والله يعني، بس للاسف ما غنيتهاش يعني، بس استغربت ان هم كل الناس بيقولوا كلنا انسان، كل يعني في حاجات كتير قوي كانت يعني مفروض ان احنا عاملين بروفات عليها، بس للاسف انه ما فكرتش ان انا ممكن اغنيها يعني. لا، وبعدين ايه، كل ما تحصل ازمه مع افريقيا او نفتكر ان احنا يعني لازم نوطد العلاقات، يقول لك يا جماعه احنا ما فيش تبادل ثقافي وفني، طب فين؟ ما في اغنيه تحفه، ما بينسوا. يعني هي اغنيه بصراحه بتفكرنا ان احنا ناس يعني انه ان احنا من افريقيا، المفروض ان احنا من يعني بتربطنا حاجات كتير قوي ببعض، سواء كان يعني كافريقيا وكدول عربيه، الحاجات دي كلها جميله ان الواحد يفتكرها من حين لاخر يعني.
ممكن الواحد يقول تنوع اغاني سميرة سعيد له علاقة بشخصيتها وان هي متجددة وان هي ذكية، وممكن يبقى فيه سبب اضافي هو ان هي من المغرب. المغرب واحدة من الدول اللي عندها ثراء في تراثها الموسيقي والغنائي، تنوع يعني مش نمط واحد، انماط كتيرة ما اعرفش اعدهم ويمكن ما اعرفهمش كلهم، بس في الاندلسي، في الشعبي، في البربري، يعني في حاجات كتيرة اللي مهتم بالفلكلور يعرف انه البلد دي متنوعة وثرية. حتى لما تغني تلاقيها فجأة قلبت راي فلامينكو، يعني برضو في لمحات اعتقد ان هي لها علاقة بالتراث المغربي الغنائي. في ناس جت هنا في مصر وفعلا حققت نجاح كبير جدا، في ناس جت ونجحت واختفت، معرفش انت على علاقة بيهم او في اي نوع من التواصل. كان في اسم في وقت برز عزيزة جلال، سمية القيصر، راحوا فين ولا ما تعرفيش؟ بص احنا في المغرب فعلا في كم من الاصوات الجميله، يمكن لو تلاحظي حتى الفتره الاخيره هتلاقي في اصوات مغربيه فعلا جميله وفيها امكانيات رائعه. يعني من ضمن الاصوات اللي اتوجدت من فتره طويله كان عزيزه جلال، وعزيزه جلال من الاصوات النادره الحقيقه يعني، ودايما كنت بشبه صوتها زي الالماس كده من كتر ما هو ناصع وجميل وعارف زي الالمازه كده يعني لامع كده وحلو وجرسه حلو وعربها حلوه. بس هي يعني اختارت انها تتجوز، يعني احنا خسرناها، بس هي اكيد اختارت المكان اللي عايزه تقعد فيه او اللي عايزه تكون فيه. انا نسيت اقول بخلاف التنوع الشعب المغربي عنده تذوق كده للموسيقى عميق مش من على السطح، يعني يحبوا الطرب ويفهموا فيه ويقيموه. دي حقيقة. ما اعرفش في المغرب طبعا احنا يعني عايزه اقول لك انه من اكثر، مش هقول لك يعني اكثر من مصر او اكثر من دول عربيه كتير، لكن من اكثر الشعوب اللي بتحب الطرب الشرقي. ام كلثوم هتلاقي مثلا، انا يعني وانا عندي يمكن 5 6 سنين بعرف بيت من البيوت كان اصدقاء الوالد الله يرحمه، عنده كل اغاني ام كلثوم، يعني عنده زي مكتبه يمكن هنا في مصر يمكن مش موجوده، مكتبه لكل اغاني ام كلثوم من ساعه ما ابتدت تغني لغايه اخر اغنيه. حاجات نادره يعني، حتى حاجات في مناسبات خاصه، كل الحاجات دي موجوده عند ناس كتير قوي يعني. هتلاقي ناس مثلا من الناس المحبين للاستاذ عبد الوهاب الله يرحمه برده نفس الحكايه، تلاقي مثلا عنده مكتبه رائعه من الاغاني اللي يمكن مش موجوده في اذاعات كتيره قوي يعني. فالمغاربه بيحبوا الطرب الاصيل، وانا اساسا انا تلمست على المدارس العظيمه دي يعني. فكنت بقى بسمع كلنا الاصوات الجميله ليه بقت جميله عشان بتسمع المدارس العظيمه دي. كبروا عليها وتعلموا منها. صحيح. كتير يعني. صحيح. فاكره اغنيه عزيزه جلال اللي كانت مشهوره قوي، تقيل سيد مكاوي، بتخاصمني حبه وتصالحني حبه، هي كانت كانت بتاعت سيد مكاوي افتكر. متهيألي ما تفتكريها ولا ما تفتكريهاش؟ افتكرها طبعا. طب ما نعمل تحيه لعزيزه جلال، ما اعرفش هي فين ولا اراضيها ايه. طب ده هي صوت مغربي جميل. تعالى نحضرها لغنوه يعني. الحته الاولانيه بتخصمني حبة وتصالحني حبة، شوية تغضب كده من غير مناسبة، بتخصمني حبة وتصالحني حبة، كل شوية تغضب كده من غير مناسبة. يا حبيبي اهدى اهدى يا حبيبي، اهدى يا حبيبي، اهدى اهدى يا حبيبي. مثال اللي لعبة ولا الحب لعبة، بتخاصمني حبة وتصالحني حبة. عزيزة
عزيزه من الصديقات اللي انا بحبهم جدا جدا، واحنا على تواصل يعني. تعرفيها يعني؟ يعني طب سلمي عليها. يا هي احنا بنتكلم في اوقات يعني، وهي محبه قوي وجميله وطيبه، وكانت اطلالتها كده، وهي لابسه النضاره ومش مش فارق معاها، هي عندها صوت زي ما انت قلتي زي الالماس كده، وبتغني يعني ومضت كده، وبعد كده اختفت خالص. طيبه للصالح وتغضب من هنا وتخاصمني وانت الغلطان مش انا، طيبه للصالح وتغضب من هنا وتخاصمني وانت الغلطان مش انا، طيبه بكره الحب يهرب مننا يرجع تاني جرحي وما تهناش بفرحي وبعدك وحبي. وانا قولي لها المصريين بيسلموا عليكي يعني. يا عزيزه اكيد هي حست بحب الناس طبعا يعني، اكيد وصل لها من كل الناس يعني، لغايه دلوقتي ما حدش قدر ينساها لغايه دلوقتي. صحيح يعني. صحيح طبعا في جيل ما عاصرش عزيزه جلال، بس يعني دي حاجه جميل. انت سامعه الاغنيه صح؟ طيب عمري ما فهمت حكايه عبد الحليم حافظ، عمري ما فهمتها، يقول لك ايه اصل سميره سعيد قالت عبد الحليم حافظ تقدم لي عشان يتجوزني وانا رفضته او ابويا رفضه. ايه ده طبعا طول الوقت اول مره اسمع الكلام ده. ايه ده؟ والله دي حكايه لا. من كتر ما اتكررت بنتعامل معاها انها حقيقيه. لا خالص، انا اول مره اسمع الموضوع ده. دي اتكتبت في كل حته. لا يمكن، لانه انا عبد الحليم حافظ لما يجي كان عندي 12 سنه بالظبط، ما هو ده بقى اللي احنا المتلقى. بس انا اول مره اسمع الكلام ده وحياه ربنا يعني بجد يعني. ده دايما يقول لك ايه عبد الحليم حافظ وكده وحبها ومش عارف ايه، ما خالص لا عمر ما سمعت الكلام ده خالص تصدقي. اللي انت بتقوليه دلوقتي ده المنطقي. لا بس انا عمر ما سمعت الكلام ده، اول مره اسمعه النهارده بجد. يعني انا مستغربه يعني. لا خالص. لا يعني ما هو قاعد يقول لك بقى واهداها مش عارفه اشارب ولا يعني؟ كولار ولا ايه، ما احنا برضو ما كناش فاهمين. لا خالص يعني موضوع بره اي تصور حتى يعني. اوت اوف كويستشن صح؟ لا بره اي تخيل صح. حتى مش لا خالص. انا بالنسبه لي كان عبد الحليم اولا يعني كان لما كل ما يجي المغرب كان لازم نتقابل يعني، لينا يعني ما فيش سنه يعني من بداية السبعينات يعني 71 72 يعني كل سنة لازم اتقابل معاه مرتين على الأقل، سواء كان في القصر الملكي كنا بنغني مع بعض في الأعياد الوطنية، أو حتى في مثلا بيجي عندنا البيت أسمعه حاجات من الحاجات اللي كنت بعملها. فطبعا بالنسبة لي كان أولا كنت يعني عبد الحليم حافظ يعني أنا بالنسبة لي صحيح أنا كنت صغيرة، بس أنا شايفة عبد الحليم حافظ قد إيه شخصية فنية فزة وفنان عظيم، وقد إيه يعني مدرسة في كل حاجة، حتى في الحياة يعني. أنا كنت قاعدة هناك في المغرب وبشوفه هو إزاي بيتصرف وإزاي بيتكلم وإزاي بيسلم على الناس، وإزاي كنت عمالة بشوفه وبراقبه بشكل يعني، وأنا صغيرة طبعا الواحد بيبقى طول الوقت عمال عارفه بيتعلم، فانا كنت باكتر شخصيات اللي انا كنت بتعلم منها عبد الحليم حافظ يعني. كنت بتحبي تغني له ايه؟ يعني ايه اقرب اغنيه ليكي؟ مش لازم في الطرب يعني، حتى في المشاعر وفي لا انا بحب له كل الحاجات. ما هو انا من وجهه نظري عبد الحليم حافظ ما غناش حاجه وحشه، عمره ما غنى حاجه وحشه، كل الاغاني اللي غناها حلوه يعني. اخبرتي خنوقي Thank you.
اعتزال سميرة سعيد. كل حاجة ليها عمر افتراضي. لا دي مغامرة كبيرة. بالنسبة لي كان مهم جدا ان انا اعمل حاجة مختلفة. سألش حاجة. ايه الامنية اللي نفسك تحقق في 2016؟ انا نفسي في المدينة الفاضلة.